كده الصورة واضحة إن شاء الله. صوتي واضح الأول؟ واضحة يا دكتور ياسر. ماشي. الصوت واضح والصورة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأول نقرأ الفاتحة عشان ده إن شاء الله كورس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبدأ بخير ما بدأ به ربنا سبحانه وتعالى كتابه، وهي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة. ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب، طمأنينة للفؤاد، وتزيد الهم، وهي سبب في إجابة الدعاء. فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وخاصة يوم الجمعة. لازم نعتاد إن احنا دايما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، بالليل من يوم الخميس والجمعة لحد المغرب. ويلكم باك بيكم، مرحبا بيكم من جديد. نرحب بالدكتور علياء، ربنا يحفظها، مجتهد على طول حتى بعد الدكتوراه، بتحضر، وده دقبها ان هي مجتهدة من زمان اصلا مش دلوقتي بس. و شكرا لحضرتك. ادي احنا مش هنبدا، احنا انتهينا ولا بدانا؟ عايزين نقول ان ده كانت نهايه النهارده، كان نهايه كورس الفارما اللي احنا قلناه واتكلمنا عليه في الفارما. كنا بدأنا من سنتين، عملنا 35 محاضرة ب 50 ساعة شرح، وراهم بقى مثلا 1000 ساعة إعداد ب 1167 فيورز. عملنا بعديها إكزام بسيط، امتحان كده لكل الناس بتاع الجروب بتاعنا، وكانت مراكزهم، هم كانوا 10 وكلهم نجحوا الحمد لله بجدارة. حازم علي كان أول واحد، كان تاني واحد محمد العشيري، ضحى ثالث واحد، تغريد رابع، ومحمود رمضان الخامس، كان معانا السادس طه عجمي، ومها أحمد السابع، عماد كان الثامن، ويمنى وآخرا أسماء طه العاشر. هم 10 وكانوا 10 أوائل. النهارده بعديها بعد الامتحان يعني أدينا شوية جوائز كده، طبعا الاول غير الثاني غير الثالث، ودي بعض صور الناس وهي بتستلم الجوائز. انا المره الجايه ان شاء الله احاول بقى بخليها فيديو بالصور، عشان الصور طبعا بيبقى فيها شويه فيها شبهه كده. وادي مع محمد عشيري ومحمود رمضان وبيستلم الجائزه الخامس. نبدا بس نقول ان كان ربنا وفقني، فعايز اقول ان وما توفيقي الا بالله عز وجل، عليه توكلت واليه انيب. قال ابن علان: التوفيق عزيز جدا، لذا لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. يا رب تكون النهاردة بداية بوزيتيف إيجابية. ويعني كان نفسي حد يحضر مع علياء، يعني الناس ما تزهدش، وده كورس مهم قوي إن شاء الله ربنا يعيننا عليه. بوزيتيف نيو بيجيننج إن شاء الله. إيه هو؟ هنبدأ بيه اللي هو كورس فيزياء التخدير، أناستيزيا فيزيكس. النهارده هتبقى المحاضرة الأولى، ومعاكم ياسر سالم مصطفى، مدرس تخدير بجامعة الفيوم. محاضرة بسيطة خالص، هنتكلم على الانترناشونال يونتس وبعض الديفينيشن المهمة اللي هتواجهنا، وهنقابل مصطلحات هنقابلها في هذا الكورس وخلال شرحنا للمحاضرات. عايزين نعرف ان الانترناشونال يونت دول فاندمنتال ودريفيد. الفاندمنتال سبعة. الفاندمنتال كام يا علياء؟ سبعة. سبعة، تعرف تقولهم لي؟ أو مختصرين في كلمة إيه؟ لا، هو أنا مش عارفة لهم اختصار في كلمة إيه بصراحة. منهم بس أعرف منهم الميتر. جدعة. كيلو جرام. جدعة. تقريبا، هو انا مش متذكره، مش متاكده، بس غالبا الكلفن. الكلفن، الله ينور عليك، التمبريتشر. ماشي. كان في، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوه الا بالله. هو بصراحه ده انا متذكره، مش فاكره. ماشي مش هتقل عليك. هو 7 بال7 اب،
7 بال 7 اب 7 يونت. اول واحده هو اختصروها في حاجه اسمها اسماك. اسماك تمام. اسماك اس ام ام اي سي كي كي اسماك. اول واحد السكند وده بيقيس التايم وليه علاقه بالسيزيوم. ماشي احنا عايزين نعرف بس اهم حاجه الاسماء وبتعبر عن ايه. تاني حاجه الام اللي هو الميتر وده بيقيس الايه المسافه الطول. المول وده بيقيس الاماونت الكميه. الامبير وده بيقيس شده التيار او التيار الكهربي. الكانديلا وده بيقيس اليومينس انتنستي. الكلفن زي ما انت قلتي عليها وده بيقيس التمبريتشر. والكيلو جرام وده بيقيس الايه الماس. ونركز على كلمه الماس. اخر واحد الضاف كان عام 1995 وده كان المول. المول اللي هو رقم 3 ده اخر واحد اتضاف بقوا 7. احنا كل واحد ليه فيهم ليه ديفينيشن. فبس احنا انا في الكورس في يعني في المحاضره النهارده عايز اخد كلمه من الديفينيشن عشان اعلمها بيه. من السكند ربطوه حاجه اسمه السيزيوم 133 وقالوا ده اللي بيعني اللي بيعدي فيه السيزيوم في فاكيوم كده. الميتر ده ربطوه باللايت اللي هو اللي بيعدي فيه اللايت في فاكيوم. المسافه اللي بيعدي فيها اللايت في فاكيوم مش عايزين ده هو التعريف بتاعه. مش عايز اخش انا في التعريف لكن نقول عايزين نقول ربطوه بايه. فكلمه سكند بالاس سيزيوم. لينس باللايت. مول ام او واماونت اي او بالكربون سي او اللي هو كلمة ماك. ماك اللي هو بتاع الانهيليشنال. ماك. الامبير ربطوها بالكوندكتورز اللي هو الكتريكال كارنت. والكانديلا طبعا ما عرفتش اربطها قوي بس ممكن نقول عليها سي بي اللي هو كانديلا وبلاك بودي. وربطوا التمبريتشر بالتريبل بوينت اوف ووتر وهنعرف تعريفها. وربطوا الماس بالبروتوتايب كيلو جرام ات سيفرز. حاجه كده يعني مش فاهم لها معنى بس يعني ايه يعني هو كده بالظبط. ربطوها بالماس بالكيلو جرام ات سيفرز. خلاص لو عرفنا بس اختصار كل واحده ايه يعني اللينس لايت المول كربون وده اهم واحد فيهم. ربط المول بالكربون الكربون رقم 12. خلاص ده يكفيني. ماشي. طب انا عايز اعرف بس اخر واحد اتضاف اللي هو المول. يعني ايه كلمه مول تعرف يا عليا؟ هو انا عارفاه بس مش عارفه بالعربي. حاجه زي الوزن الذري. زيه. ماشي بس عايزين نقول الوزن الذري للجزيء تمام العنصر الجزيء كله يعني الاو 2 المول بتاع الاو 2 كده يعني بتاع الان 3 تماني بتاع الاتش 2 اللي هو الهيدروجين. كوانتيتي ده تعريف المول اهم واحد تعريف فيهم في السبعه دول المول لان هو هيستخدمه في حاجه ثانيه وهنعرفها في الاخر المحاضره. كوانتيتي كونتيننج الكميه اللي بتحتوي سيم نمبر اوف بارتكلز از ذير ار اتومز ان 12 جرام اوف كربون 12. يعني الكميه اللي بتحتوي على نفس عدد الجزيئات اللي بتحتويها الذرات في 12 جرام كربون. يعني هم عايزين يقولوا لك ان المول مثلا بتاع الاكسجين هو نفس عدد الجزيئات اللي فيه 12 ذره كربون 12 جرام من ذره الكربون. كوانتيتي كونتينج ذا سيم نمبر اوف بارتكلز از ذير ار اتومز ان 12 جرام اوف كربون. لما نجيب نشوف كلمه كربون يبقى بيربطها بالمول على طول. طب دي ال7 انترناشونال يونت قلناهم كام؟ 7 سماك اس ام ام اي سي كي كي. ماشي كل واحده فيهم مهمه. يعني الكانديلا مش مهم قوي. الامبير يعني شويه. السكند معروف يعني مش قوي. الباقي كله تقريبا هنتكلم عنه. وادي عرفنا المول. طب ايه الدرايفد يونتس؟ يعني ايه درايفد يونتس؟ يعني خلطبيطه من يعني بالعاميه كده خلطبيطه من الفاندمنتال يونت. اقسم اضرب اجمع كده. فالدرايفد يونت دول 14 وان كان بودكاست بيقول ان هم اقل من كده بس احنا لما اطلعت على كتاب الماستر باس لقينا ان هو بيجيب درايفد كتير فقلنا ان نقول عليهم 14.
14 4 الكتريكال و10 نون الكتريكال. 4 الكتريكال حاجات تخص الحاجات الكهربائيه، الفولت، الاوم، الفاراد، الكولومب. الاوم ده بتاع المقاومه، الفولت ده بتاع الكتريكال بوتنشال، الفاراد ده بتاع القدره الكهربائيه كده ماشي. و11 و10 نون الكتريكال و10 نون الكتريكال. النيوتن بتاع الفورس، الهرتز بتاع الذبذبات، الجول بتاع الطاقه، الباسكال بتاع الضغط، الوات بقى، والسيليزي بتاع درجه الحراره، والفولت او الكترون فولت ماشي. هو المفروض نشيلها بقى عشان يبقى يا اما هنا يا اما هنا، لكن بودكاست عداها ان هي من الالكتريكال اللي هو الالكترون فولت. فيبر ده اللي هو بتاع المغناطيس، والتسلا برضو بتاع المغناطيس، ماجنتيك انفلكس كاباسيتي، والهنري ماشي. هو الفولت يعني ايه حضرتك تقصد بتاع بتاع المول؟ يعني مش فاهمه الفولت اللي موجوده في النون الكتريكال. إيه لا هو اسمها اللي مو البودكاست عاملها الكترون فولت وليها تعريف، بس انا ما رضيتش برضه اخوض في التعريف بتاعه الكترون فولت. فهو يعني ماستر باص على كده، انا بعد كده هبقى اشيل الايه الفولت دي وخلاص مش عايزينها، يبقى نخليهم 9 و4 يبقى 13 وخلاص. لكن ماستر باص جايبهم في الدرايفد او الدريفد اس اي يونتس خلاص. يعني مثلا ممكن اقول لك النيوتن ده اللي هو الفورس بير يونت اريا، يعني الباسكال في الميتر خد من الفاندمنتال، يعني يقسم حاجه على حاجه او يضرب حاجه في حاجه بتبقى درايفد. تمام. لكن في حاجات يعني خلي بالك ان الدرايفد دي اس اي يونت والفاندمنتال اس اي يونت، لكن في حاجات بنستخدمها ومشهوره قوي مش في الاس اي يونت اصلا، ولا درايفد ولا فاندمنتال. تعرف زي ايه؟ زي مثلا السنتيمتر او الجرام حضرتك تقصد كده. صح. مثلا وان كان ممكن نقول ده مشتق من الميتر عادي. زي ايه مشهور قوي؟ مشهور قوي السيليزيوس. جدعة ماشي. وايه تاني؟ في الضغوط. الباسكال، الحاجات الباقيه بقى هي باسكال وال لا الباسكال دريفيد والكيلو باسكال. نعم الباسكال دريفيد والكيلو باسكال دريفيد. كل ده دريفيد. طيب تمام. الباسكال دريفيد. انما الباقي كله مش دريفيد. تمام. يعني الكيلو جرام والبار والاتموسفير والسنتيمتر متر. انما الكيلو باسكال، الكيلو دي كلمه كيلو دي اسمها بريفكس، انا اعرفها برضو النهارده. تمام. الفورس كيلو جرام ويت اللي هو كيلو بوند، وانرجي اللي هو الكالوري ماشي. طب احنا بس عشان يخصنا الضغط، ده الضغط الوحيد اللي ليه كذا حاجه بتتقاس، ليه سنتيمتر ووتر وبار واتموسفير ومليمتر ميركوري وباسكال. طب نربطهم ازاي؟ واحد بار بيساوي واحد اتموسفير بيساوي 750 مليمتر ميركوري بيساوي 1020 سنتيمتر ووتر بيساوي 101 كيلو باسكالي. كيلو باسكال يعني نحط قدام ال 101 دي 3 اصفار ماشي؟ تمام خلاص؟ طب لو قلنا 10 بار يبقى كم ملي متر مركبي؟ 10 بار؟ هيبقى 75. ايوه كده، يبقى كم سنتيمتر ووتر؟ 102. جدعة. وكم كيلو باسكال؟ 10 واحد من 10. الله ينور عليك. في حاجة بنستخدمها في برضو اسمها بريفكس. بريفكس دي في فرق بينها وبين السفكس، تعرف الفرق؟ البريفكس اللي هو بيبقى قبل الكلمة، السفكس بيبقى اللي بعد الكلمة. زي ايه مثلا السفكس او بريفكس؟ واحدة من هنا واحدة من هنا. البريفكس زي ما حضرتك كنت لسه قايل، الكيلو باسكال مثلا. ممكن السفكس زي ايه؟ السفكس بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي النهايات بقى، زي مثلا ايه؟ ايوه اي نهايات بقى؟ انا بس مش حاضره في ذهني كلمة معينة. فول، بيوتوفول، كيرفول مثلا. تمام. طب البريفكس اللي بنستخدمها عندنا في الفيزياء هي ليها علاقه بالارقام،
10 اس سالب ليها علاقه بالرقم 10 سالب 15 ده بيسميهم فيمتو. تمام. ننقص 3 يبقى كام؟ 10 اس سالب نانو 12. تعرفيه نانو تقريبا. ماشي. بيكو 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 صح. معلش النانو اللي جاي النانو اللي بعده فعلا. بص 9 10 سالب 9 ماشي. طب 10 سالب 6 مايكرو. طب 10 سالب 3 ملي. يا ده ماشي. طب 10 اس 3 ما هو مش صفر بقى. ما فيش صفر. ده هيبقى الكيلو بقى المفروض. يا ده ماشي. 10 اس 6 ده الميجا. الميجا 10 اس 9 الجيجا تقريبا. جيجا. طب 10 اس 12 لا دي مش كمبيوتر. اوه طب ثانيه كده ميجا جيجا ده ايه؟ تيرا. ايوه تيرا. طب 10 اس 100 10 اس 100 ده انا خلي كفايه عليا التيرا كده. مش فاكره اللي بعتها. جوجل. جوجل بجد. سبحان الله. جوجل غريبه عشان كده منوره عاملها بلون مختلف خالص. خلاص لما يبقى كيلو باسكال يبقى 10 اس 3 باسكال. ماشي. دي بنستخدمها ملي مايكرو. ختمنا كده اول مقدمه. مرسله المهجوره عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم النفخ في الطعام والشراب. لو حاجه سخنه ما نفخش فيها سواء طعام او شراب. عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. طبعا دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ننفخش. ليه بقى؟ نبحث عن الحكمه. ان هو مثلا ممكن في بعض ميكروبات بتنفخها في الطعام، فانت احسن تعمل السنه عشان سنه وتاخد عليها ثواب مش عشان تحمي نفسك. لا انا بعمل السنه عشان السنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انفخش بقى مش هنفخ. ماليش دعوه بقى في ميكروبات ما فيش ميكروبات، لسان نظيف اسنان نظيفه. لا انا هعمل السنه. ايه هي السنه المهجوره؟ عدم النفخ في الطعام او الشراب. تعال بقى نشوف بعض الديفينيشن. بعض الايه؟ الديفينيشن اللي هنستخدمها في الانستيزيا فيزيكس وبعض الترمس اللي هنستخدمها في الانستيزيا فيزيكس. تعالى نشوف. اول حاجه في ابسوليوت. حاجات ابسوليوت يعني ايه؟ كلمه ابسوليوت يعني مطلق. كلمه ابسوليوت يعني مطلق. طب لما اقول لك ابسوليوت بريشر يعني ايه؟ ابسوليوت بريشر ترجمة حرفية يبقى الضغط المطلق. الضغط المطلق يعني ايه؟ الضغط المطلق يعني ايه عليا مثلا؟ تتصوري هيبقى ضغط في ثبات عوامل تانية يعني ضغط ثابت. لا يبقى الضغط اللي موجود زائد الضغط الجوي. ضغط المطلق. تمام. طب ابسوليوت زيرو. ابسوليوت زيرو. ابسوليوت زيرو لويس بوسيبل اقل درجه حراره ممكنه. ما اقدرش وير ناثينج كود بي كولدر اند اول ثيرمال موشن ستوبس اللي فيها جزيئات بتقف اللي هو ايه؟ زيرو كلفن. يعني ابسوليت زيرو ده اللي هو زيرو كلفن بالزيرو سيليزيوس لان احنا عندنا الفاندمنتال كلفن وليس سيليزيوس. صح ام خطا؟ طب ابسوليوت هيوميديتي الرطوبة المطلقة. سهل خالص. ابسوليوت هيوميديتي يبقى ايه؟ كمية بخار المية اللي موجودة في مثلا في الهواء الجوي في الحتة دي بس بغض النظر نسبتها ايه؟ للحقيقي. فهماني؟ مفيش نسب بقى. ماس اوف ووتر فيبر ان بارتيكولار سامبل اوف اير ات جيفن تمبريتشر ميجر دايس كيلو جرام على المتر التكعيب. تمام. طب ابسوليوت تمبريتشر. ابسوليوت تمبريتشر دي يبقى احنا بنقيس بالكلفن. يبقى هي درجه الحراره المطلقه المقاسه بالكلفن. تمبريتشر ميجرد يوزنج كلفن سكيل. خلاص كده نخش على نلاقي نفسنا بقى شويه ونزيد شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. كريتيكال تمبريتشر يعني ايه بقى؟ كريتيكال تمبريتشر يبقى انا عندي ابسوليوت تمبريتشر. يعني ايه ابسوليوت تمبريتشر عليا؟ ابسوليوت تمبريتشر اللي هي بتتقاس في كلفن. طب يعني ايه كريتيكال تمبريتشر؟ كريتيكال تمبريتشر
مش متذكره بصراحه الديفينيشن. temperature above which سهل دي لازم تكون حافظاهم. لا بس انت خلاص بقى انت خلاص يعني امتحنت يعني بس سؤال مهم قوي في الفيزيكس. temperature above which gas cannot be liquefied by pressure alone. تمام. ما يقدرش يتحول لليكويد بغض النظر عن الضغط اللي هتعمليه. تمام. ماشي. يبقى ما يقدرش اللي فوقيها يعني انا لو عديت مثلا 120 انا مش هقدر اعمل الغاز ده هخليه ميه. مش هقدر اخليه سائل. بدل 121 121 واحد من 10 ما اقدرش احوله لسائل. في تعريف تاني اسمه ريلاتيف هيوميديتي. احنا قلنا ابسوليت هيوميديتي يعني ايه علياء الماس اوف ووتر فيبر اللي موجوده في جيفن فوليوم اوف ذا اير في تمبريتشر. كميه بخار الميه اللي موجوده في الحته دي. طب الريلاتيف هيوميديتي يبقى دي نسبه. يبقى اللي موجوده بالنسبه النسبه الموجوده فعلا الى النسبه اللي لما يكون ليها المشبع ببخار الميه. ماس اوف ووتر ان جيفن فوليوم اوف اير expressed as percentage of maximum mass of water that the air could hold at the given temperature. يعني الريشيو اوف ووتر فيبر للساتوريتد فيبر بريشر. ريشيو يبقى الريلاتيف هي عباره عن ريشيو. تمام. ريشيو لمين لمين؟ الشويه اللي موجودين للشويه لما يكون مشبع. بس عشان يبقى سهل. يعني ايه كلمه بي اتش؟ دكتور ياسر هو في حد كان كاتب حاجه في النوتيفيكيشن. حضرتك عايز تشوف او حاجه ولا ثانيه كده متاكده هو كاتبين فوق نوتيفيكيشنز وفي اتنين يمنى معلش انا بس ما اشتغلتش على برافو عليك قبل برافو عليك صح يا ايه من انت مش عارف والله يمنى السلام عليكم ايه وعليكم السلام ازيك يا دكتور ازيك انت جايه من شويه ولا من بدري لا لسه دلوقتي تقريبا من خمس دقايق ماشي بس هو الصوت حاسه انه واطي جدا انا سامعه بالعافيه طب انت عليها سامعه جامد ولا بالعافيه دوسي على الزرار بتاع السماعات واختاري سبيكر هتلاقي الصوت عالي اه انت جايه داخله من محمود شكلك يا يمنى صح اه تمام كده فعلا انا داخله من الموبايل فعلا وكان في الاول كده برضو عملت كده هو يعني انا كنت متخيله لما ادوس عليه يبقى يعمله سبيكر لا لازم تدخلي جوه وتشوفي بقى الاوبشن بتاع سبيكر تدوسي عليه فده هيحسن الصوت هيخليه طالع احنا بنتكلم على كورس الفيزياء يا يمنى مرحبا بك شكرا يا دكتور وصلنا لبعض التعريفات اللي احنا مهم جدا نعرفها كريتيكال تمبريتشر يعني ايه يعني التمبريتشر اللي فيها ما اقدرش احول الغاز لسائل سهل كده بالعربي اهو تمبريتشر اباف ويتش جاز كان نوت بي ليكوفايد باي بريشر لو طب ريلاتيف هيوميديتي ريلاتيف يبقى نسبيه الرطوبه النسبيه يبقى هي نسبه ايه الايه نسبه بخار الميه الموجود لنسبه البخار الماء المشبع خلاص طب بي اتش يعني ايه نيجاتيف لوجاريتم تو ذا بيز 10 اوف هيدروجين كونسنتريشن يعني سالب لوج 10 للهيدروجين ايون كونسنتريشن سهله خالص سهله جدا حتى الان طب كلمه بريشر يعني لما اقول لك انا هدرس علاقه بين البريشر والفوليوم والتمبريتشر يعني ايه كلمه بريشر فورس فورس على اريا جدع بريونيت اريا طب يعني ايه تريبل بوينت اوف ووتر احنا شفناها فين دي علياء في اللي هي اللي فات على طول بسم الله الرحمن الرحيم ربطناها في ايه؟ كانت بالفندمنتال في الكلفن تقريبا ايوه جدع في التمبريتشر بالتي برضو يعني ايه تريبل بوينت اوف ووتر كلمه تريبل يعني ثلاثه يعني ايه ثلاثه؟ يعني هي الدرجه اللي عندها الووتر موجود ليكويد وسوليد وفيبر طب ودي درجه الحراره اللي فيها الثلاثه دول مين؟ هي صفر سيليزيوس او 273 كلفن وهنعرف العلاقه بينهم عند بريشر صفر اتموسفير يبقى صفر عند صفر بس صفر ايه سيليزيوس تمام او 273 كلفن عند بريشر صفر
تمام. وستة من ألف ماشي. طب ستاندرد بريشر اند تمبريتشر، ايه الستاندرد بريشر؟ يعني ايه ستاندرد؟ يعني حاجات قياسيه. طب ايه البريشر اللي ممكن يكون عندي قياسي؟ هو ايه؟ اتموسفيريك بريشر جدع. طب وايه اللي اسمه ده التمبريتشر اللي عندي اللي اقدر اقيس بيها الستاندرد؟ الزيرو سيلسيوس اللي هي 273 كلفن. فهماني؟ يبقى عند ضغط جوي واحد عند درجة حرارة صفر، بينما التريبل بوينت عند ضغط جوي صفر عند درجة حرارة صفر. ماشي. طب يعني ايه ساتيوريتد فيبر بريشر؟ هنلاقيه في الفابورايزر لما نيجي نشرحه. ده بريشر اكزيرتد باي فيبر وين ان كونتاكت ويز اند ان اكواليبريم ويز اتس ليكويد فيز. يعني فيبر في توازن مع الليكويد فيز. الضغط اللي معمول بيه يبقى اسمه ساتوريتد فيبر بريشر. يعني ساتوريتد فيبر بريشر نترجمها بالعكس، يبقى بريشر اللي بيجي بالفيبر لما يكون ان اكواليبريم مع الليكويد فيز بتاعته. دي تعريف مكركع شويه بس حاولنا نسهلها على قد ما نقدر. اللي جاي هيبقى ان شاء الله اسهل. كلمنا عن في حد ظهر تاني برضو نوتيفيكيشن كده، مش عارفه هو انا ممكن افتح عليها عادي ولا انا مش عارفه. لا انا ممكن اخليك بقى ايه، ثانيه واحده. في نوتيفيكيشن تاني؟ مفيش حد. هي ظهر عندي واحد، مفيش مشاكل، ممكن يكون دخل وطلع. دخل وطلع خلاص. عارف لو اقدر اعمل لك هوست عشان تقبل الناس يبقى خير وبركه. ماشي مفيش مشاكل. هي بتظهر عند حضرتك برضه ولا مش بتظهر عندك؟ بتظهر بس عشان بسجل فما بتظهرش. فهمت قصد حضرتك، اه عشان ما تبانش في التسجيل. مانج لو مانج. ماشي خلاص نرجع. ما هو مفيش حد. تمام اتفضل. انا هحاول المره الجايه بخليك هوست بحيث ان انت تبقى معايا عشان انت بتسجل الحضور وتدخليهم على طول كلهم. تمام. هو يعني ما ينفعش غير لما انا ادخلهم، ما ينفعش مثلا هو يدخل على اللينك زوم بيجي وبيخش عند الويتنج. اه بس الزوم بيدخل على طول. لا بويتنج انا اللي بسمح له. اه يبقى عشان حضرتك عشان حضرتك هوست. اه فهمت. تعالى بقى احنا وصلنا فين؟ خلصنا الديفينيشنز. ماشي خلصنا الديفينيشن. كريتيكال تمبريتشر وتعرفنا عليه، ريلاتيف هيوميديتي وتعرفنا عليها، بي اتش نيجاتيف لوجاريثم تو ذا بيس 10 اوف هيدروجين اين كونسنتريشن، البريشر، تريبل بوينت، الستاندرد بريشر وتمبريتشر، الساتوريتد فيبر بريشر. هنقابله فين الساتوريتد فيبر بريشر ده؟ هنقابله في الفابوريزر وده مهم قوي خلي بالك. تعالى بقى نشوف بقى شوية اختلافات بين حاجة وحاجة أختها. بيقول لك what is the difference between mass and weight؟ يعني إيه الفرق بين الكتلة والوزن؟ الكتلة كتلة بس، لكن الوزن بيبقى كتلة في التأثير الجاذبية. الكتلة كتلة والوزن وزن. لا يعني هي الكتلة الماس الكتلة بس، لكن الوزن ماشي. بيبقى الكتلة في تأثير الجاذبية. الكتلة الله ينور عليك، برافو عليك، وهي دي الإجابة المثالية. الماس amount of matter contained in the body regardless condition ماليش أي علاقة بالجاذبية وبنقيسها بالكيلو جرام. إنما الويت الجرافيتيشنال فورس acting on an object، يعني قوة الجاذبية اللي بتشتغل على الأوبجكت ودي بنقيسها بالنيوتن. يعني الويت بيساوي الماس في الجاذبية. الويت بيساوي الماس في الجاذبية. يعني المفروض يا أستاذ لما تيجي توزن نفسك على الميزان ما تقولش ده إيه؟ ده وزن، أنت كتلة. بس طبعًا هي وزن عشان في جاذبية مأثرة عليك. ماشي؟ ماشي؟ بس أنت كتلتك في القمر زي كتلتك على الأرض. انما وزنك في الارض غير وزنك على القمر. فهمنا القصه دي؟ طب ايه الفرق بينين؟ بين حاجتين.
بين حاجه اسمها هيت كاباسيتي وسبيسيفيك هيت كاباسيتي. تعرفي عليا؟ تعرفي يا يمنى؟ تتوقعي يعني مثلا الفرق كلمه سبيسيفيك دي عملت ايه؟ خلت فيه حاجه تخصص الهيت كاباسيتي. جدعه بس انا عايز الكلمه دي، انا عايز اسمع الكلمه دي بس. هتخصص ايه؟ هنقول 1 كيلو جرام درجه اماونت اوف انرجي اللي عايز ده ترفع 1 كيلو جرام من الماده درجه واحده بس سيليزيوس. طب الهيت مفيش بقى 1 كيلو جرام، اماونت اوف انرجي اللي ترفع درجه حراره الماده درجه حراره واحده 1 سيليزيوس مش 1 كيلو جرام. ماشي؟ يبقى اللي فرق نركز قوي. ماشي؟ اللي فرق 1 كيلو جرام سبيسيفيك دي بنقيسها كيلو جول للكيلو جرام. ماشي؟ دي بنقيسها جول للسيليزيوس. ماشي؟ لان احنا ضربنا الكيلو جرام، الكيلو جرام طار خالص. ماشي؟ الكيلو جرام يعني لما طلع فوق بقى اتشال مع اللي تحت بقى جول على السيليزيوس. ماشي؟ عندك مثلا سبيسيفيك هيت كاباسيتي يعني ايه؟ يعني لما اجي اسالك سؤال اقول لك يعني ايه، يعني ايه سبيسيفيك هيت كاباسيتي بتاع الووتر؟ يعني انا عايز قد ايه عشان ارفع كيلو من الميه، كيلو جرام من الميه درجه حراره 4.6 كيلو جول. تمام، وانا عارف يعني ايه جول. كلمه كيلو اللي احنا قلناها ده بريفكس ولا سفكس يا يمنى؟ علياء سفكس ولا بريفكس؟ هي يمنى هترد هي. لا مش عارفه. اتفضلي علياء. هي كيلو بريفكس في الاول. بريفكس في الاول 6 9 3 12 الكيلو 10 اس 3 جدع. طب احنا عايزين نحول المعادله اللي قدامنا دي اللي هي 4.6 من 100 لجول، نعمل ايه؟ لجول هنضرب في 10 اس 3 جدع. يبقى انا لو عايز احول، عايز اقلي، عايز احول ارفع درجه حراره كيلو ميه بدرجه سليزيوس انا محتاج كام جول؟ كيلو ميه هبقى محتاج 4.16 من 100 كيلو جول. 16 من 100 احنا نضرب في 1000. انا اسفه، لا فهمت قصدك 4160. ايوه كده، بس انا عايزك اسمع برضو، اسمع كلمه كده. طب انا عشان ارفع كيلو من جسمي درجه حراره واحده سيزيوس بس، عايز ارفع من 37.5 ل 38.5، انا محتاج كيلو جول قد ايه؟ 3.5 كيلو جول، يعني 3500 جول عشان ارفع كيلو واحد. شوف انا كام كيلو بقى. شوف بقى انت لما بتسخني انت كام كمية الطاقة اللي حصلت لك عشان ترفعي درجة الحرارة بتاع جسمه كله 70 كيلو. شوفي بقى كام جول استهلكتيه. عرفت الواحد بيبقى انفرد ازاي لما يبقى سخن؟ مفيش طاقة. من هنا فعلا سبحان الله. طب ايه الفرق بين هيت كاباسيتي وليتنت هيت؟ انا عايز تعمل هيت كاباسيتي. الهيت كاباسيتي اللي هو كمية الطاقة المطلوبة علشان ترفع الماس، عشان ترفع الجزء الجسم كله درجة واحدة. ترفع السبستانس درجة واحدة، الله ينور عليك. طب دي بنقيسها بإيه؟ مش كيلوات بقى. دي اللي هي كيلو جول. هي بتساوي سبيسيفيك هيت كاباسيتي في الماس بظبطي. ماشي. طب الليتنت هيت دي كلمة ليتنت يعني مخفية، فهي الحرارة أو الطاقة الريليز أبزوربد هي السبستانس يا بتطلعها يا بتمتصها. تسمع كده ذا انرجي ريليز دول أبزوربد باي سبستانس when it changes when it changes phase at a given temperature. يعني اثناء الذوبان. يعني انا عشان اتحول لسائل انا المفروض امتص كميه قد ايه طاقه؟ عشان اتحول لغاز
امتص قد ايه طاقه؟ امتص. طب عشان اتحول من سائل لغاز اطلع قد ايه طاقه؟ طب عشان من غاز لسائل امتص قد ايه طاقه؟ فاهماني؟ بس تمام. درجه حرارتي ما بتتغيرش، وده كلمه ليتنت. يبقى انا كميه الحراره بس اللي انا عايزها عشان اتحول. طب رفع درجه حرارتي؟ لا، ليتنت هيت ما فيهاش تشينج في التمبريتشر. خلاص تمام تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها وان كنت مش كاتبها طبعا بس انا بذكر بيها، ان الهيت كاباسيتي دي للماده للجسم، ما فيش حاجه اسمها ليتنت هيت لجسمي. يعني ايه ليتنت هيت في جسمي؟ يعني انا هتبخر يعني؟ لا مش هتبخر، انا هسخن. تمام. يبقى انا عندي هيت كاباسيتي بس ما عنديش ليتنت هيت. ليتنت هيت دي بتيجي مع الفابورايزيشن والفيوجن. تمام. يعني الذوبان والتبخر. تمام. طب ايه الفرق بين ليتنت هيت وسبيسيفيك ليتنت هيت؟ ها يلا. يبقى دي هنزود كيلو جرام من الماده. هنزود حاجه اكيد. هنزود ايه؟ هنزود ضغط. ضغط. تمام. هنقول ليتنت هيت هنختم بيها عشان ما نطولش كده، نكتفي النهارده. تمام. هنختم بيها ان شاء الله دي. ليتنت هيت قولها لي التعريف يا علياء لو سمحت تاني بالعربي حتى. تمام. ما فيش مشاكل. هي amount of heat needed علشان تريز درجة حرارة المادة. ريز. أول غلطة غلط. أول غلطة صح؟ ريز. مش فيش ريز خالص. نسيت 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 نسيت. ماشي. قولي. طب ندي فرصة ليومنا. طب اصبر اصبر عليها. عايزين يومنا. ماشي. يومنا معايا؟ أيوة دكتور مع حضرتك. اللي ده دي يعني إيه يومنا؟ هي يعني كمية الحرارة اللازمة ان هي سواء vaporization سواء fusion بس بدون change في درجة حرارة المادة ذات نفسها. ماشي. عشان ايه بقى اعمل الحرارة دي؟ هعمل بيها ايه؟ هحول يا اما هعمل هتحول من حالة لحالة. حالة لحالة. ماشي. طب specific heat latent heat يعني نفس القصة. اما want to feed required to convert the unit mass من specific phase للتانية without increasing temperature at a given temperature at a given pressure at a given pressure. يبقى أنا زودت عند ضغط معين، عند درجة حرارة معينة ثابتة، حولت من كذا لكذا. أكتفي بهذا القدر. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. شكرا يا علياء، شكرا يا يمنى، كتر ألف خيركم جميعا. شكرا علياء جدا جدا يعني على التزامك وحضورك واجتهادك وعلمك واجاباتك ونشاطك وردك انت ويومنا ان شاء الله. شكرا يومنا جزيلا. شكرا. ماشي. سلام عليكم. انا ضحى برضو بس هي مش هي دخلت؟ لا 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 بس كيف الاخر؟ طب كويس. اهلا بك يا ضحى. اهلا يا دكتور ياسر. يا رب بس ما كنتش طولت عليكم. اتفضل. يلا. سلام عليكم. I'm sorry, that is not.